السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا سؤال عند احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم عمي مختار. عمي مختار، هذا الموتور الجديد اللي ركبته جديد، حاب تطمني هل موضوع التبخير هذا طبيعي جدا؟ هيك هذا التبخير اللي شايفه على الكاميرا، هل هي طبيعية؟ وصوت المحرك هل هو طبيعي هيك، ولا اجيب منظف بخاخات وانظف كون الموتور جديد وإله واقف إله فترة؟ ايش تنصحني اسوي، وايش تنصحني بنوع زيت استمر عليه كونه ما نقص زيت الفترة هذه في الشهر هذا الاستخدام، ما نقص زيت بس في تبخيره، ولما ادعس في ريحة زيت خفيفة من الاكزوست. ارجو الافادة والنصيحة، الله يكثر خيرك عم اختار. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اخونا هذايا بعد ما ركب محرك جديد، هذايا 1.9 ديزل، يعني عنده شوية تبخير من بلف التبخير او من البلوف، ويسأل هل ترى يعني شنو المشكلة وشنو الحل. ما نعرفش الاخوة المتابعين علاش يختاروا التصوير ديما في الظلام، يعني في الليل ولا في الظلام، حتى الـ يعني البروجيكتور او اللامبوب يعني الضوء نتاع الكاميرا ما يفتحوش، او علاش ما يصورش في النهار، لان توا حتى البخار مش ظاهر بصفه كبيره، يعني ما في الليل ما تشوفوش مليح، لازم تكون في النهار وتكون الضوء. يعني ما عرفش الاخوه ديما الناس، المشكله هذه عندي موجوده ديما، حتى الفيديوهات تولي رديئه، يعني ما عادش يعني تصلح للفرجه، وبرشا يعني عملوا لي ملاحظه هذه وتقلقوا، يعني قال لك علاش تاخذ في الفيديوهات اللي هما ما همش واضحين، مش لازم تحطهم. لكن شو نعمل، انا غالب قلت المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ما فيش فايده، ونحب نعاون الناس، انا غالب هاني شد انا ساعات نضويها انا شويه هيك نزيد الضوء يعني في البرنامج، ونحاول نصفيه وقدر المستطاع. يعني ماذا بيا وكان تعملوا لي يعني فيديوهات يكونوا نظاف، يكونوا في النهار واضحين، يكون افضل. شوف بالنسبه للمحرك، ما دام مازال جديد ما تركزش على الموضوع هذايا، هما المحركات هذوما بالذات فيهم مشكله هذا نتاع التبخير لما يكونوا حالتهم يعني متوسطه، اما ما تفهم الا بعد على الاقل 5000 كيلومتر. مبدئيا هذا البخار الموجود ما يخوفش، مش حاله كبيره، حتى ولو يعني قعد موجود مع المحرك، المهم ما ياكل الزيت، ما تخافش منه. مبدئيا انت تصب لها زيت 10-40، تعمل بيها 5000 كيلو وترميه هو الفلتر، وفي نفس الوقت اذا ما يعني وقت ترميه هو الفلتر تعاود نفس الزيت هذاك ديما تحافظ عليه ديما 10-40، يعني مدى الحياة 10-40 ما قلش. والفلتر ديما الفلتر تغيره مع الزيت، فلتر الزيت، وتمشي بها. إذا كان عندك ضمان أنت مدة معينة والبخار هذا مازال موجود تحب تغير المحرك آخر غير، إنما يعني ثبت يعني إذا كان بخار فقط ما غير نقص زيت بعد 5000. إذا كان ما فيش نقص زيت، 5000 الأولى ما يبينش برشا، 5000 الثانية هي باش تبان، تولي وقتها تقرر إذا كان لقيت فيه نقص زيت، وقتها تقرر ترجع لموليه ولا تخليه. البخار هذاك ما عنده حتى مشكلة، ما يسالش، خليه رجع البلف في مكانه وخليه، ماهيش مشكلة. وتولي تغير كل 8000 تغير زيت 10-40 معاه الفلتر بحول الله لباس، وما تخافش منه، يعني المهم ان شاء الله يكون ما فيش نقص زيت.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.